أنا عماد البعباع من طرابلس ليبيا، نقرأ في بريسبن أستراليا في جامعة جريفيث، نقرأ في نحضر في ماجستير هندسة بيئية. الدراسة في بريسبن فتحت لي مجالات كثيرة، يعني من ناحية البحث وتعلمت أشياء كثيرة ما كنتش نعرفها قبل. تعرفت على ناس من العالم كله وثقافات متعددة وجربت حاجات متعددة وتعلمت لغات، يعني مش كثير لغات بس عرفت يعني بعض الجمل، صيني، ياباني، اسباني. بريسبن يعني نشوف فيها من احسن مدن استراليا وفيها من احسن جامعات العالم. بريسبن فيها 2 مكتبات كبار، واحدة مكتبة كوينزلاند ومكتبة بريسبن. توفير الواي فاي في كل باركس في بريسبن، الحدائق العامة، يعني تقدر تمشي تحط كمبيوتر تفتح واي فاي تخش كمبيوتر وانترنت سريع. يعني الجالية الليبية في بريسبن يعني تدعم في بعضهم، وإحنا نتلاقوا كل ويكند، ديما في برامج بنلعبوا في كورة ونمشوا نزردوا مع بعض، ولو حد عنده مشكلة مثلا نساعدوه. يعني الحمد لله يعني هنا الليبيين ما شاء الله يعني كلنا أخوت وكلنا قلب واحد وواقفين مع بعضنا. في جريفيث طبعا هنا عندنا مكان يقولوا له المولتي فيت، هذا المسلمين كلهم يمشوا يصلوا فيه، وعندنا جميع يقولوا له قمسة اللي هي جريفيث يونيفرسيتي مسلم ستودنتس اسوسيشن، هي المسؤولة على المسلمين هنا، وفي رمضان يعني هم اللي يديروا في كل شيء يعني من ناحية الإفطار وكل شيء. في طبعا في عدة جوامع هنا، في مكان في كوربي، في فلان بارك، في ليتويش، يعني المسلمين هنا يعني مع بعض يعني قلب واحد، يعني سهل انك تلاقي مكان تصلي فيه وسهل انك تلاقي مسلمين تتكلم معهم وتسألهم. ان شاء الله بعد ما نتخرج نحاول كيف نقعد هنا في بريسبن نشوف خدمة يعني باش ناخذ خبرة ونولي البلادي يعني ونضيف شيء.